في أجواء مفعمة بالفرح والشوق لزيارة خير البقاع، أول وفد جزائري من الحجاج يتوجه نحو بيت الله الحرام. هي رحلة العمر التي طال انتظارها. عبد الحكيم سعيداني حاج غمرته الفرحة بمجرد الفوز بقرعة الحج سنة 2019. أجلت جائحة كورونا فرحته بأداء الركن الخامس من الإسلام، لكن ها هي الفرحة تكتمل اليوم. خرجنا في القرعه تاع 2019 ومن بعد مع الكورونا مع توخرنا، هذا وين وصل الدور تاعنا، والحمد لله اللي صاب هي صبر ينال، وان شاء الله نتمنوا للجميع بالله هذه الرحله الميمونه هذه من حظ الجميع الجزائريين. شعور الحمد لله، هذه شعور يعني ما تقدرش تعبر عليه، فرحه كبيره في الحقيقه، يعني بالإنسان يكون من ضيوف الرحمن. الحمد لله، هذه نعمة وفضل من عند ربي إن شاء الله. حجاج جاءوا من كل فج ليشهدوا أول رحلة من مطار الجزائر الدولي، رحلة بدأت كأنها عرس يزف فيه ضيوف الرحمن إلى أول بيت وضع للناس. ثلاث سنين وأنا من 2019 أي كتبها لي ربي السنة نروح لها، لمت فيها ما عليك. الحمد لله، والله نعمة، الحمد لله، هذه نعمة، تنظيم جد وجيد ما شاء الله، جد وجيد في المستوى. أول مرة أنا جيت حجيت من قبل حجات ورحت. بعثة جزائرية مؤهلة سترافق وتسهر على خدمة الحجاج في كافة مناطق تواجدهم بالبقاع المقدسة. مهمتنا إن شاء الله كأعضاء بعثة والتي نسهر فيها ومن خلالها على خدمة الحجاج في كافة مناطق تواجد الحجاج، يعني في المشاعر، في مكة، في جدة، في المدينة المنورة. أكثر من 200 حاج تم استقبالهم في المطار وسط أجواء تنظيمية محكمة، الصاهرين على العملية وفروا كل الظروف لإنجاح شعيرة الحج هذا الموسم بمرافقة زوار بيت الله بالتوجيه والإفتاء والإرشاد.